بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. معكم وصفات وطيور محودة. صحيت الصبح من يومين كده هوت، لقيت البط ده كله قاعد في الأرض تعبان. نعمل ايه؟ البط صعب اللي انا يتعالج، لكن الكتاكيت سهل، نحط له مضاد حيوي في المية الكتاكيت يخف. البط ده ما يتحطلهوش مضاد حيوي. رحت اعمل ايه؟ ممكن يكون التعب اللي عندهم ده هوت ممكن يكون من البادي، تسمم من البادي. البادي يعمل تسمم لاي طيور، عاوز غسيل معده، وممكن يكون عندهم برد وما ينفعش معاهم مضاد حيوي البط. اهو جبت جزازه بتاع البرد اهو. رحت رايحه عامله ايه؟ جايبه عسل، العسل اللي فات ده. رحت جايبه عسل، العسل للتسمم من البادي. البادي بيعمل تسمم، بيكونوا ناس عاملينه نوع وحش راضي يعمل لهم تسمم. العلاج بتاع التسمم البادي ده ايه؟ العسل يغسل قلبهم ويفتح نفسهم على الاكل. والبرد علاجه ايه؟ رحت جايبه لهم جزازه برد بتاعه اطفال، برد اطفال، ومكتوب عليها مسكن للالام كمان. بقيت نحط لهم في المسجه دهيت معلقه عسل على ربع معلقه دواء من البرد ده. راح اللي شرب خف خف، اما كان في 2 قاعدين ماتوا، بس الحمد لله يعني ايه دوم تخفوا الحمد لله. البط صعب في الصيف، في الصيف البط ما بيبقاش كويس، لكن في الشتاء البط ما يجرالوش اي حاجه، يتدفى ويبقى جميل يومه بعشره، بسرعه يكبر. اما في الصيف عاوز معامله خاصه. المهم الحمد لله نجحت الحمد لله وعالجتهم. دواء برد الحمد لله وراح نفع معاهم اهو، خف برد بتاع اطفال من الارزخنه جايباه، جميل دواء البرد ده. وحطيت لهم وهو عسل في الميه، والحمد لله والحمد لله والشكر لله. وهما دلوقتي عندهم اسبوع. البط اللي بيبقى قاعد مع امه بيكبر بسرعه ازاي وجميل ازاي؟ هي تاكله وتدفيه، هي تقعد تاكل ياكل، تشرب ميه يشرب. بس هي خايفه مني دلوقتي، خايفه من الكاميرا، من التليفون منور نور. والحمد لله خفوا الحمد لله. يا ساتر وخساره كبر. بص اهي دي كانت تعبانه وقاعده خالص، فزت اهي بقت كويسه الحمد لله. هو يكون عندهم حاجه من الاثنين، يا تسمم البادي يا برد، وما بينفعش البط ما ينفعش معاه المضاد الحيوي. والحمد لله. والاكل ده برضو انا البادي كبلهم عليه برضو عسل ودواء برد، لان ما يعرفوش ياكلوا بادي ناشف لسه صغننين. لما يكبروا شويه كده عند اسبوعين نحط لهم بادي ناشف، لكن دلوقتي بادي عليه ميه كده اهوت. والحمد لله والحمد لله خفوا اهو. ونفرش لهم كل يوم رمره تحتهم ناشفه فوق الرمله المبلوله وقاعدين اهو. الحمد لله خفوا بقوا كويسين اهو. وهو البط ملهوش علاج الا العسل ودواء برد بس. الحمد لله خفوا 2 حاجة سهلة، انهم ماتوا 2 بس مش مشكلة. نقعد بقى ايه 3 ايام نديهم العسل ودواء برد في المية كده هوت، وكويسين الحمد لله، بقوا يدعسوا على الاكل وياكلوا. لكن اول يوم صحيت يا خراشي، ياما البطتين راحوا، لان البط صعب ان بط يتعب ويخف، صعب خالص. لكن الكتاكيت مش مشكله، الكتاكيت بنحط لهم مضاد حيوي ربع معلقه كده على لتر الميه ويشربوا يبقوا 100 100. لكن البط ما ينفعش معاه المضاد الحيوي ابدا. الحمد لله بقوا كويسين اهوت. كانوا 11 بطة بقوا 9 بطات. بس الحمد لله كلهم حلوين حلوين، بس ربنا يبارك فيهم ويخليهم حلوين. واشوف عندهم اسبوع ازاي كبروا ازاي، ومامتي تدفيهم بالليل
وتأكلهم فاتحة حنكها ازاي نقدر نيجي نمسك بطة؟ يما يما تدعس عليا تعضني، ممنوع نمسك بطة، حتى اللي كانوا ميتين مسكتهم تدعس عليا وتضربني، وانا من اخوتهم ورحت عيناهم منظفة العشة، ويلا ربنا يخدر بقى وربنا يبارك في دمك. جمال ازاي لما بيكبروا بيلونوا زي امهم كده، وبعد بطة تفضل بيضة زي ما هي. أمهم ريشها باص خالص، هي هتغير ريشها بقى، أمهم هتغير ريشها تبقى جميلة ونضيفة يعني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونشوفكم في فيديو جديد.